معي حلقة جديدة من إيز وورد. اشتقت لكم كتير وعندي أشياء كتير حابة أتكلم فيها معكم اليوم، وعشان هيك الحلقة حتكون أنا وإنتو وبس. خلوني أبدأ بسؤال مهم، ليه كلنا فجأة صار عنا رغبة نكون مثاليين؟ حياتنا وشغلنا وعائلتنا مثالية. بحس إنه الناس صار عندها هوس بإنه حياتهم تكون مثالية بشكل بحسه مش واقعي بالمرة، ويعني بصراحة هذا الشيء مرهق جداً، إنك طول الوقت تكون بتسعى لتحقيق هدف مش منطقي بس عشان يكون شكل حياتك مثالي. طيب مين حط هالمعايير؟ مين قال إنه شكل معين أو درجات في الدراسة معينة أو وظيفة معينة هم اللي بيحددوا قيمتك كإنسان؟ ولو كانوا مش مثاليين فأنت شخص مش ناجح؟ طبعاً بتخيل قديه السوشيال ميديا زادت النوع هذا من الضغوطات علينا، يعني شكل الحياة اللي بتشوفوها كل يوم على صفحات صناع المحتوى الانفلونسرز ممكن تحسسكم إنه حياتهم بيرفكت، بس الحقيقة مش هيك. اتذكروا إنه بعض الناس بيشاركوا بس الجوانب الحلوة من حياتهم، وهذا مش معناه إنه حياتهم مثالية، انتوا بس ما بتشوفوا الجوانب الصعبة. وعن جد ما تحاولوا تكونوا مثل أي شخص، خليكم طبيعتكم، جربوا أشياء جديدة، افشلوا فيها وجربوا غيرها، لأنه طول ما أنتوا بتدوروا على الكمال حتخافوا من تجربة أشياء جديدة ممكن عن جد تغير حياتكم. ما تسيبوا نفسكم لفكرة الكمال لأنه أكيد حتأثر على نفسيتكم وممكن تسبب شعوركم بالقلق والاكتئاب. الحياة مش مثالية وإحنا مش مطلوب منا نكون مثاليين، مطلوب منا بس نكون أشخاص حقيقيين بيحاولوا ويجربوا ويفشلوا وينجحوا، عشان بصراحة في نظري هاي هي الحياة الطبيعية. وهلأ مستعدين معي لأول تحدي؟ أوكي جايز، هلأ حنبلش بالتحدي الأول. التيم قرروا يختبروني وجهزوا لي تحدي عبارة عن صور لمعالم، وأنا لازم أحذر أي بلد. تعالوا نشوف مع بعض. أول صورة باغي، يعني مبينة، يعني مش لهي الدرجة صراحة، يعني بعرف بدكم تختبروني بس مش لهي الدرجة. مستحيل. طوكيو، هاي طوكيو. وات، ليش ما فكرت شوي أنا؟ ليش بسرعة يعني شفت برج قلت برج خليفة، برج إيفل. طيب أوكي مش مشكلة، يعني لازم أفكر أكتر. اللي بعدها هنشوف شو مكتوب، يعني لو في كتاب عشان يسهل الموضوع علينا شوي، أو السيارة لو فيها بليت نمبر. مش لها الدرجة الصورة واضحة صراحة، مش عارفة بس بلد، يعني ما بعرف، لسه على فرنسا صراحة، بحسه بلد فرنسا. لندن، والله كنت رح أحكي لندن، والله كنت رح أحكي لندن. مكتوب give، في كلمة مكتوبة give. شغلي مخك شوي. اوكي يلي بعده، هاي بعرف. ما عرفت بس استنوا حعرفها دقيقة. ما بعرف، دنمارك. غلط. هولندا. ايطاليا. يعني ليه عم تختاروا يعني اماكن مش مبينة اصلا؟ يعني لهالدرجة الاختبار صعب؟ طيب يلي بعدها، والله حرام عليكم، يعني اعطوني اشي اسهل. باغي. اوكي باغي، يعني الحمد لله المرة الوحيدة اللي حبيت احكي باغي يعني ما حكيت فيها. اوكي باغي هاي، والله حلو نايس. اوكي اللي بعدها، طب على الاقل احجزوا لي وورد تور عشان يعني اتثقف شوي بعدين اسألوني يعني اسئلة. هلا انا المشكله قلت لهم انه انا بحب السفر فصاروا بدهم يختبروني. اوكي انا ما عرفت شو هاي. برشلونه. اوكي طلعت برشلونه جايز، صراحه مبينه الصوره، المفروض يعني اعرفها من الاول بس ما بعرف، لازمني اروح واشوف المكان. اتوقع بالاخير هم حيقولوا لي انه فزتي بجائزه حول العالم، تيكت سفر حول العالم. طيب هاي بنايات عالية، بحسها انه يابان، الصين، ماليزيا. قول شي صح، مش مصدقة. طب لسه عندي التيكت هاي يعني؟ لا. خلص الصور، حتى فرصتي اني اسافر راحت.
طيب يعني ما فزت بهذا التحدي، عندي فرصة إني أفوز بتحدي ثاني صح؟ صح. يلا ننتقل للتحدي الثاني. هلأ إذا متذكرين إحنا بلشنا اليوم الحلقة بنحكي عن موضوع المثالية وعن كيف الناس صارت مهووسة إنه تبين بطريقة أو صورة مثالية. أنتوا بتعرفوا إنه أنا بحب الميك اب، بس إني أعمل ميك اب مش يعني إنه أنا عن جد مهووسة إني أبين بطريقة بيرفكت أو مثالية. لا، أنا الميك اب عندي هو عبارة عن هواية أو شيء أنا كتير بحب أعمله، مهووسة فيه من أنا صغيرة، فصراحة ما له علاقة بالمثالية. فعشان أثبت لكم هذا الشيء جبت معي ميك اب ريموفر ورح نشيل الميك اب. هاي أول خطوة، وبعدين حنبلش بتحدي الميك اب. خلينا نبلش. هاي أول مرة بعملها بحياتي أشيل الميك اب على الكاميرا. متعودة؟ لا بلا بلا، دايما كنت بعملكم يعني get unready with me، بس على التيفي لا أول مرة. تعالوا نشوف شلون حيطلع شكلي، بس أنا صراحة متصالحة جدا. أوكي بدنا مراية، نبلش بالكونسيلر والأشياء. هلا أنا صراحة مش حاطة كتير ميك اب، ف يعني اطمنوا ما حيختلف شيء. حتى تعرفوا انه انا يعني بطبعي يعني كتير بحب انه اطلع بدون ميك اب، لانه هذا الشيء بحس بيريحني، حتى بشرتي بتكون متنفسه. يعني حاولوا تتعودوا انكم عن جد ما تحطوا كتير ميك اب، عشان لو اضطريتوا مره انكم تطلعوا بدون ميك اب ما تحسوا حالكم مختلفين، فبتصيروا تتعلقوا بهذا الشيء. تمام خلصنا، شلنا الميك اب هيك ما في ولا شيء ولا نقطه ميك اب. وهلأ تعالوا نبلش بالتحدي. شايفين هاي الصورة؟ لازم أعمل بالضبط نفسها. وأنا عم بعملكم ميك اب كمان رح أحكي لكم عن كيف بلشت أنا بالميك اب. أوكي حبدأ لكم من الأول، يعني عن جد من أول ما أنا مسكت ميك اب وأنا صغيرة. أكيد ما حيكون الميك اب تبعي، يعني أنا أول شي بلشت فيه هو ميك اب تبع ماما. كل حدا فينا عمل هيك يعني أكيد. وأنا صغيرة كانت ماما دايما كمان بتحط ميك اب، يعني أنا عن وراثة الموضوع مش مني. يعني شو أعمل، كنت عم بشوف ماما كتير وهي عم تحط ميك اب، وماما كمان كانت عم تاخد كورس بالميك اب، يعني عم تتعلم شلون تعمل ميك اب. وأنا كنت كتير بحب أروح معها عشان أحضر معها وأتعلم معها، بس هي ما كانت مفكرة إنه أنا عن جد يعني ماخدة الموضوع سيريز. يعني أنا كنت صغيرة، يعني عمري يمكن 13، فكانت بتاخدني معها على المعهد لأنه ما عندها مكان وين تحطني، فبس أروح معها بضل أحضر وأركز وهيك، فبس نروح هي بتطبقه وأنا عن جد كمان بطبقه معها. فيعني المفروض كانوا يحاسبوها علي إنه كيف بتفوتيها، يعني عم باخد كورس وأنا صغيرة، المفروض ياخدوا فلوس علي يعني. وبعدين طبعا بلشنا نتطور شوي شوي، بس كبرت شوي صار عندي الميك اب الخاص تبعي يلي هو الحمرة اللي لونها اخضر يلي فجأة بتصير بينك لما تحطوها، عرفتوها؟ اه هاي هي، انا هاي بلشت فيها كمان، كنت عم يعني بعملها باستخدامات ثانية، يعني مو بس انه حمرة، لا كنت بحط يعني بعملها اي شادو، بعملها بلاش، يعني كنت كتير مبدعة وانا صغيرة تخيلوا. المهم هلأ بنحكي كيف انا صرت كبيرة وصار عندي عن جد الميك اب الخاص تبعي. اوكي بس كبرت شوي صار في اكيد يعني سوشيال ميديا وانستغرام وهاي الامور، فهاي الاشياء اكيد اثرت علي، صرت بحضر توتوريال، بشوف الناس شلون بتعمل ميك اب، صرت بتعلم اكثر، فصار الشيء عن جد يعني موضوع جدي وانا عن جد بحب هذا الشيء. بلشت اتعلم شوي شوي، اخبص بالبيت، اصور لحالي، اعمل يعني ميك اب عن جد بقرف وبمسحه، بكون بالساعه 12 بالليل وانا قاعده هيك بنص الليل عم بعمل ميك اب، ما بعرف ليش لانه حشيله بعدين. فالموضوع كان كتير غريب انه انا عن جد بعمر صغير وانا عم بعمل ميك اب. لحظه عندنا هون يعني موقف صعب، لازم نعمل الاي لاينر مثل ما شفتوه شوي هيك معقد،
فرح أحاول أسكت لحد ما أخلص. خلصنا الأيلاينر. صراحة ما توقعت يكون صعب أني أحطه قدام الكاميرا هيك بهاي الطريقة يعني، بس it's okay، زبطنا الأمور. هلأ تعالوا نمرق للستيب اللي بعدها وحكمل أحكي لكم شو صار بعدين. المهم آخر شي بلشت أنا أتطور لحالي وبلشت أصور، يعني لدرجة إنه من كثر ما اتطورت صرت بدي أصور أعمل توتوريالز، وهون بلشت مسيرتي بالسوشيال ميديا. هون عن جد حسيت إنه في ناس عم تشجعني إني أكمل بهذا الشيء اللي هما أنتوا أكيد. فأول شيء حابة أتشكركم لأنكم عن جد شجعتوني، لأنه لو ما لقيت هذا التشجيع كله كان أنا ما وصلت لهاي المرحلة. هلأ تعالوا نمرق للستيب اللي بعدها، الخطوة الجاية اللي هي ليب لاينر. أنا كتير مهووسة بالليب لاينر البني، يعني حتى لو الصورة هلأ ما كان بني اللون حعملوا بني، طمنوا يعني. أوكي هلأ ليبستيك، اخترت هذا اللون البينك بس حنحط منه شوي. حلو. اوكي بدي ارجع اشوف الصورة صراحة لانه حسيت حالي عملت سكيب لشوية امور. تعالوا نتأكد. اوكي هي حاطة فريكلز، حاطة نمش، انا كمان بدي احط نمش، نحطه بالليب لاينر عادي يعني. هلأ شوية برونزر ومنكون تقريبا خلصنا. هي اللوك تبعها كتير برونزي على فكرة، وأنا هاد الشي اللي بحبه. تعالوا نعمل مثلها وبس هيك. شفتوا ما في أسرع من هيك ميك اب، يعني تقريبا 7 دقايق صح ولا أقل؟ بحس أقل لأنه عن جد أنا سريعة بالميك اب. شو رأيكم؟ قريب على الصورة ولا لا؟ ولا خبصت؟ عادي أكون متوترة وخبصت يعني، فعادي يعني. وبس هيك إن شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم، لأنه عن جد حلقة اليوم كتير مختلفة، وأكتر شي حبيته فيها لأنه فيها ميك اب، تعرفوني بحب الميك اب، فبسطت كتير عن جد اليوم. وبس بحبكم كتير، أشوفكم بالحلقة الجاية.